حرم من الأب وهو في بطن أمه ولا يحمل عنه في ذاكرته، وهو شاب يتطلع إلى رؤية أبيه والنشأة في حضنه سوى تلك الصورة اليتيمة. هذه هي مأساة هذا الشاب الذي يعد والده في عداد مجهولي المصير بمخيمات تندوف. وكان حس بواحد النقص من ناحية الوالد، ما كان شوف من عند الدراري كله كيجي با كله كيجي، ما كاينش با الا غيجي قول لي راه معايا الدار. والله يطرح لي اسئله، يو انسان عاش ما قد شاف بوه كيفاش لي قاعد تاسف. انا من مزلت قاعد وعندي في الكرش متاسف الانسان اللي يخلق بوه ما كاين، ولاك منين كبر يسولك كيفاش بوه منين قاس ومنين قاس. حرقة السؤال عن أبيه تلازمه باستمرار، وسعيه إلى تجميع الخيوط للوصول إلى حقيقة مصيره تصطدم دائما بالمعطيات المتضاربة. كان تصور عني با يجيني باش ندرع له، ولكن الناس اللي سولتهم كيقول لك ما كان اخبار عنه، مات ما عرفوا له. سمعت عنه مشى قتلوه في 91، قتلوه قال لك بواحد الطريقه اللي مشو هو واحد الطريقه اللي ما يتصورها بنادم. بعد 18 سنة من الانتظار والأمل يفجع محمد بخبر تقتل والده تحت التعذيب، لكنه يتشبث دائما برؤية أبيه ولو بالوقوف على رفاته.